استطاعت مدينة سحاب كتابة اسمها من أحرف من ذهب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية السبت بتشكيل أكبر لوحة لأختام حمامة سلام في العالم، وتتشكل اللوحة من 1015 ختما بالإضافة إلى خارطة الأردن التي رسمها أطفال المدينة محطمين الرقم القياسي السابق للوحة التي شارك في رسمها 886 مشارك في دبي لمؤسسة الشيخ زايد. رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة بيّن أن هذه المبادرة جزء من مجموعة مبادرات تهدف لوضع سحاب على خارطة السياحة العالمية وإبراز دور الأردن في استضافة اللاجئين وكرم الأردنيين. يوم مميز من أيام سحاب الوطنية اللي احنا بنعيشها، وبالتعاون مع جمعية القفز الحر وسفير الطفولة، وأيضا يعني الشرائح أو الجمعيات المهتمة بالطفولة ومهتمة بالسلام. فهاي الأرض إن شاء الله يعني سحاب قدمت الشهداء لهذا الوطن دفاعاً عن مسيرة السلام اللي بقودها جلالة الملك، اللي احنا دائماً مؤمنين بهذا النهج الهاشمي اللي بيحاول يعني بيبذل كل الجهود حتى انه تكون المنطقة آمنة والمنطقة يعم فيها السلام. دورنا كبلديات وكمجلس بلدي كان هذا الدور، انه فعلاً نفعل هاي الرؤية الملكية على أرض الواقع ونكون جزء من هاي المبادرة وهذا التوجه وهاي الرؤية. فكانت هاي المبادرة اليوم بالتعاون مع الجمعيات المذكورة وبجهود مجلس بلدية سحاب والموظفين وأهالي سحاب الموجودين، فبالتالي هي رسالة لكل المعنيين، رسالة لكل العالم، رسالة لكل شعوب العالم، إنه هاي المنطقة هي منطقة يجب أن يعمها السلام، ونبتعد عن خلافات سواء العنصرية أو الطائفية أو اللي قاعدين يعني بتنزرع بين الشعوب العربية. واهتمامنا بالطفولة هو هذا جانب مهم من هاي الجوانب حتى نغرس بأطفالنا ثقافة السلام بدلا عن ثقافة العنف. وجاءت هذه المبادرة من بلدية سحاب للتأكيد على أن الأردن أرض السلام وأرض الأمان، وسلم مندوب وقاضي موسوعة غينيس للأرقام القياسية ماركو فريجاتو شهادة غينيس للأرقام القياسية خلال حفل أقيم في المركز الثقافي التابع لمدينة سحاب. حازم السردي، الحقيقة الدولية.